السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ معاكم جيجي من قناة وصفات طبيعية مع جيجي. النهاردة جايبه لكم وصفة جميلة جدا، وصفة ساحرية ان شاء الله تجيب نتيجة جميلة معاكم لتطويل الشعر في ثواني. هتلاقي شعرك طول ان شاء الله، جربيها واستمري عليها هتلاقي شعرك اتحسن وبقى يزداد طول جميل جدا. وصفة النهاردة زي ما احنا شايفين بمكونين اتنين فقط، هي البقدونس والثوم. طبعا مفيش بيت بيخلو من البقدونس والثوم، وصفة سهلة جدا ومكوناتها عندك في البيت وغير مكلفة تماما. هتجيب ربطة البقدونس ديت اللي انتوا شايفينها ديت، وهنغسلها كويس جدا وهنقطعها زي ما احنا شايفين، وهنجيب برضو فصين من الثوم هنقشرهم بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهنجيب بقى الطبق بتاعنا. ادي الطبق بتاعنا اللي احنا بنستخدمه وهنحطهم فيه بالشكل ده اهو. وهنكون مجهزين كوبايتين من الميه هنحطهم كده على البقدونس والثوم، وهنولع عليهم على النار تقريبا لحد ما تغلي حاجة بسيطة جدا، وهنطفي عليهم. هروح اولع عليهم على النار وهرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا حبايبي بعد ما ولعت على ربطة البقدونس بالشكل ده وسخنتها بالمية بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبعد كده هنجيب المصفى بتاعتنا وهنصفيها. وبعد ما صفيناها يا بنات بقت بالشكل اللي احنا شايفينه ده، دي مية البقدونس بعد ما صفيناها. هتسيبيها تبرد خالص، وبعد ما تبرد هتحطيها في البخاخ ده. بعد ما تحطيها في البخاخ بتاعك هتاخدي بقى الشاور بتاعك او هتغسلي شعرك عادي وتبخي شعرك بمية البقدونس بعد ما تحطيها في البخاخ. هتمشي على الوصفة ديت اكتر من كل مرتين، يعني مرتين في الاسبوع او ثلاثة في الاسبوع، وهتحصلي على نتائج جميلة جدا لتطويل وتنعيم الشعر، وجميلة جدا ومغذية جدا للشعر. دي كانت وصفتي النهاردة، وصفة جميلة جدا، واتمنى ان انتوا تمشوا عليها ان شاء الله وهتعجبكم لتطويل وتنعيم الشعر باذن الله في اسرع وقت ممكن، والنتيجة هتكون ممتازة جدا. واذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. وكانت معاكم جيجي من قناة وصفات طبيعية مع جيجي، واستنوني الحلقة الجاية ان شاء الله في وصفة جديدة مع جيجي للوصفات الطبيعية.